انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعرف مع بعض على موقع رفع الأبحاث وإزاي نطلع على المواضيع البحثية. الخطوة الأولى وهي الدخول على الموقع بإني بدخل الموقع diploma.suhajlearning.com، بعد كده بدوس على تسجيل الدخول واكتب الرقم القومي بتاعي، ولو واجهتني أي مشكلة بيظهر رقم الدعم الفني للموقع وممكن أكلمهم في أي وقت. بعد كده بختار كلمة سر واحتفظ بكلمة السر دي معايا علشان أعرف أدخل على الموقع تاني. أول حاجة بلاقيها في الموقع دليل الموضوعات البحثية، ولما يجي موعد رفع الأبحاث بعمل تسجيل دخول مرة تانية، بدوس على تسجيل الدخول واكتب الرقم القومي بتاعي، ولما يجي موعد رفع الأبحاث بعمل تسجيل دخول تاني على المنصة وبقدر أرفع الأبحاث، بدوس على الثلاث شرط اللي تحت بعض دول، بعد كده بدوس على الأبحاث، من هنا بقدر أرفع الأبحاث. بندوس على إضافة بحث، قصاد كل مقرر بلاقي زرار الرفع المخصص لكل بحث، بعد كده بختار Choose File وأدوس على رفع، ولكن زرار الرفع مش هيكون موجود غير في الفترة اللي هتحددها الكلية. بلاقي قصاد كل مادة أنا رفعتها علامة صح، وفي الوقت اللي هتحدده الكلية بقدر أدخل على الموقع تاني وأعرف النتيجة.